7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دغة. مساء الخير. مساء الخير منير. إلى العناوين: سجال بين البطريرك الراعي وبري على خلفية السلة، وحرب ينشط على خط التهدئة. سلسلة لقاءات وزارية لسلام بهدف حلحلة العقد من أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. مجلس الوزراء السعودي يعتبر قانون جاستا الأمريكي مصدر قلق دولي، ويدعو الكونغرس لتجنب عواقبه الخطيرة. مساء الخير. ما كادت الحركة السياسية للرئيس سعد الحريري تنتقل من الداخل إلى الخارج بحثا عن مأزق أو حل لمأزق للاستحقاق الرئاسي، حيث يزور غدا موسكو حتى ارتفع منسوب السجال الكلامي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على خلفية رفض البطريرك للسلة. فجاء رد الرئيس بري مذكرا البطريرك بأن هناك سلة أشخاص اقترحها في مقابل سلة أفكار. قال بري إنه اقترحها في الحوار تاركا للتاريخ أن يحكم أيهما دستوري وأيهما أجدى. وبين الرد والرد على الرد حيز لوسطاء الخير الذين نشطوا على خط التهدئة، ومن بينهم وزير الاتصالات بطرس حرب الذي زار بكركي وعين التيني، وأكد أن ما يتحمل مسؤولية السلة هم من عطلوا انتخابات الرئاسة والذين منعوا اللبنانيين ومجلس النواب من انتخاب رئيس. سياسيا، لقاءات ومشاورات لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام قبل اتخاذ القرار بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، في وقت رجحت فيه بعض المصادر الوزارية عدم انعقادها. إقليميا، البارز اليوم تأكيد لمجلس الوزراء السعودي أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، آملا أن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا. البداية من السجال بين البطريرك الراعي والرئيس بري على خلفية طرح السلة. كيف يقبل أي مرشح للرئاسة ذي كرامة وإدراك لمسؤولياته أن يعرى من مسؤولياته الدستورية بفرض سلة شروط عليه غير دستورية، وأن يحكم وكأنه أداة صماء؟ إلا إذا كان هذا الأمر للمماطلة بانتظار الوحي وكلمة السر من الخارج. كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أجاب عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وفيه: إما أنك أخفيت مما أعلنت فإني أعلن ما أخفي، بين سلة للأشخاص التي اقترحتم وسلة الأفكار التي قدمتها في الحوار، أترك للتاريخ أن يحكم أيهما الدستوري وأيهما الأجدى من دون الحاجة للمس بالكرامات، وكرامتنا جميعا من الله. وتعليقا على رد بري، ردت مصادر بكركي عبر صوت لبنان داعية إلى التبصر في عظة الراعي التي نالت تأييدا من كل حدب وصوب ومن مختلف الشخصيات السياسية والطوائف، مؤكدة أن بكركي لن تدخل في سجال أو رد مع أحد على أن يصدر الموقف المناسب عن اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الأربعاء المقبل. وزير الاتصالات بطرس حرب نشط على خط التهدئة بين بكركي وعين التيني، مؤكدا عدم رغبة الطرفين في الجدل، داعيا إلى العمل لإيجاد المخارج بدل تضييع الوقت. أعرب وزير الاتصالات بطرس حرب عن اعتقاده أن الرئيس نبيه بري كما البطريرك الماروني لا رغبة لديهما في الجدل. حرب الذي زار عين التين والتقى رئيس مجلس النواب أكد أنه بدلا من الوقوع في جدل حول السلة والشروط والصلاحيات، من واجب الجميع التفتيش عن مخرج لأن هذا الجدل لا يفيد. في جو مصادرة السلطة لسنتين ونص، وفي جو منع اللبنانيين من انتخاب رئيس، وفي جو تعطيل الدستور لسنتين ونص، من الطبيعي أن نوصل بحالة معقدة جدا تستدعي بعض الضمانات لكل الأطراف السياسية. واللي بيتحمل مسؤولية السلة اللي عطلوا انتخابات الرئيس، اللي هني منعوا اللبنانيين ومجلس النواب أنه ينتخب رئيس للبنان.
زيارة عين التين جاءت بعد زيارة قام بها حرب إلى الصرح البطريركي، حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن هناك وصف حرب المرحلة بالدقيقة التي بلغت مرحلة مصير وطن، لافتا إلى ضرورة توحيد الجهود لإيجاد مخارج لا تقضي على الحياة الديمقراطية بل تكرس المواثيق والدستور وتحافظ على النظام السياسي والصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية. مما لا شك فيه أن الكلام اللي قاله صاحب الغطة سينعكس سلبا على المباحثات اللي بتصير لإيجاد مخرج من البلد. إذا كان عم تحكي عن مباحثات باتجاه معين يمكن لا، بس هي عبر أكيد بترد البوصلة إلى مكانها وتسدد مثل ما يقولوا التوجه، لأنه طب لا حل، بس مشكلة ما بدنا نعمل حل لازم نطيح بالدستور أو بشي شي مبادئ الدستور، بالعكس بدنا نحترم الدستور وبدنا نلاقي الحل للبلد. حرب قال إن ما يهمنا هو كسر الجمود والوصول إلى حلول، وهذا ما يسعى إليه الرئيس سعد الحريري وهو حراك جدي. رئيس الحكومة تمام سلام أجرى سلسلة لقاءات وزارية وتابع قضايا إنمائية مع زواره. أجرى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سلسلة لقاءات تناولت الأوضاع على الساحة الداخلية، حيث استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل وتداول معه في الأوضاع الراهنة، كما التقى الرئيس سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات، وبحث الرئيس سلام أيضا الأوضاع الأمنية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ومن زوار السراي رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام الياس إسكاف التي وجهت للرئيس سلام دعوة للمشاركة في القداس الذي سيقام لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل إسكاف، وتمنت على الرئيس سلام إيجاد حل من أجل تسلم الدولة منتوج القمح من المزارعين لهذه السنة. هذا الموضوع كان كذلك محور متابعة من الرئيس سلام مع وفد من مزارعي القمح يرافقه النائبان جمال الجراح وزياد القادري، وقد وعد الرئيس سلام الوفد بمتابعة مسألة استلام محاصيل القمح تفاديا لإلحاق الضرر بالمزارعين. عرض وزير الداخلية والبلديات مهاد المشنوق مع رئيس الجهاز الإعلامي والتواصل في حزب القوات اللبنانية ملحم الرياشي الأوضاع العامة في ضوء المستجدات والحراك السياسي الحاصل حاليا. وزير السياحة ميشيل فرعون التقى عائلات بيروتية من الأشرفي وحيى مبادرة الرئيس سعد الحريري، متمنيا أن يؤدي الحوار المتجدد بين جميع الأطراف إلى انتخاب رئيس للجمهورية. اعتبر وزير السياحة ميشيل فرعون أننا نعيش هواجس رغم المناخ الأمني الهادئ، وهي تتزايد مع استمرار غياب رئيس للجمهورية والشلل الزاحف إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمؤسسات. وخلال لقائه عائلات بيروتية من الأشرفية حيا فرعون المبادرة الأخيرة للرئيس سعد الحريري. ونأمل كعهدنا به أن يكون دائما مع إخوانه نواب بيروت وخاصة مع دولة الرئيس سعد الحريري أن يكون دائما معا على طريق الخير، معا لخدمة المواطن، معا لبناء لبنان، لأن بيروت تستحق الحياة. انفتاح للرئيس سعد حريري والبرمة اللي عملها على كل المرجعيات، على الرئيس فرنجية، على الوزير فرنجية، على العماد عون، على الرئيس بري، على الجميع، بدل انه وايضا طبعا المصالحة الكبيرة اللي حصلت بين الدكتور سمير جعجع والعماد عون هي مصالحة كمان لمصلحة البلد، بس يكون في نقاش جدي مع بين الرئيس سعد الحريري والعماد ميشيل عون، طبعا هذه لمصلحة البلد. حوار بين كل الأطراف اليوم الجديد والمتجدد هو حقيقة إن شاء الله يوصل لنتيجة يكون عنا انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل آخر السنة، ويكون في إعادة تحرير للحكومة. اللقاء حضره بعض مخاتير بيروت وفعاليتها. سلسلة لقاءات للمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب محمد قباني يؤكد أن ما يجري ليس ترشيحا لأحد بل استشراف للجو السياسي. خلال زيارات التهنئة بحلول رأس السنة الهجرية لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، جاءت المواقف المؤيدة للحراك الذي يقوم به الرئيس عبد الحريري على صعيد الرئاسة الأولى. وفي هذا الإطار طمأن عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني للوضع الأمني، مشيرا إلى أن القوى الأمنية والجيش بلت بلاء حسنا في هذا المجال. أريد أن أؤكد على رغبتنا في انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت باعتباره مدخلا لحل مشاكل لبنان. حتى الآن ما يجري
ليس ترشيحا لأحد بقدر ما هو محاولة استشراف الجو السياسي سواء على مستوى القيادات أو على مستوى الناس. وخلال لقائه دريان شدد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية على وجوب تصويد الجهود من أجل لم الشمل وتوحيد الصف للطائفة السنية، كما أمل بانتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويعيد علاقات الأخوة مع دول الخليج ولا يتماهى بعلاقاته مع نظام يقتل شعبه ومع دولة تثير الفتن في المنطقة. نشدد وبقوة على ثقتنا برئيس سعد الحريري وبوطنيته وحكمته وإخلاصه، وبأن ما يقوم به من تحرك هو من أجل إنقاذ لبنان من أزماته المتفاقمة. بدوره أكد النائب السابق طلال المرعبي على ضرورة وضع قانون انتخابي جديد يتزامن مع انتخاب الرئيس المقبل. التحرك الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري وغيره يأتي في سياق الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، لأنني أعتبر أن الانتخابات الرئاسية هي المدخل الحقيقي لانتظام العمل في المؤسسات الدستورية. كما تبلغ المرعبي من المفتي دريان وجود خطوات سريعة لانتخاب مفت جديد لمنطقة عكر. قال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب جمال الجراح أن الرئيس سعد الحريري يسعى لطرق كل الأبواب التي تنهي الشغور الرئاسي، وذلك إيمانا منه بأن إنهاء الشغور هو المدخل الوحيد للخروج من الحالة السيئة التي يرزح الوطن تحت كاهلها. كلام الجراح جاء خلال رعايته حفل تخريج طلاب في بلدة المرج، حضره إلى جانب النواب أمين وهبي وأنطوان سعد حشد بلدي واختياري. رجل بموقع الرئيس الحريري لا يمكنه إلا أن يكون مقداما وشجاعا في بذل التضحيات من أجل إنقاذ لبنان، لأنه أصبح راسخا وواضحا وأكيدا أن الحريرية السياسية هي الإنقاذ الوحيد إلى لبنان. وقد قالها الرئيس الشهيد، ما حدا أكبر من بلده، كل الناس بتروح بس البلد بيبقى. الرئيس الحريري يحاول جهده مع كل الخيرين في لبنان على إنهاء هذا الشغور، لأننا أصبحنا أمام المأزق الحقيقي وربما النهائي، وليس هناك فرصا للدلع السياسي أو للتأجيل أو للمراوغة. نحن أمام استحقاق داهم، إما أن ننقذ لبنان إما نحن ذاهبون إلى أوضاع صعبة وأوضاع سيئة. مطلبيا عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا ناقشت فيه آلية تنفيذ المحطة الخامسة من التحرك بتنفيذ قرار الاعتصام أمام وزارة الداخلية، وذلك يوم الخميس اعتبارا من 10 صباحا، وإذا تعهدوا بالاستمرار في التحرك حتى تحقيق المطالب وعلى رأسها إلغاء مناقصة الميكانيك. وجه المجتمعون الدعوة إلى السائقين العموميين للمشاركة في التحرك. بس يقرروا أن المعاينة الميكانيكية صارت في عهدة الدولة وبإدارة الدولة وأموالها بتفوت على خزينة الدولة، وبس يقرروا يطبقوا قانون السير كما يجب حماية لهذا القطاع، بس يقرروا انه هالناس اللي سياراتها مش عم تقدر تسجلها وتنقلها ملكيتها انه تمشي، بس يقرروا يعملوا خطة تنظيم النقل تروح نفسي سير نفسي، نحن منقرر مباشرة ولو وحدة بالله نقول نحن تحركنا اعتصامنا مسيراتنا اضرابنا موقفينه، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة مع حدا على الاطلاق، لا اشخاص ولا سلطات ولا حدا، نحن عندنا مشكلة مع مطالب، وهي المطالب اذا ما نفذت منوقف، اذا لم تنفذ مكملين مشوارنا للاخر لاخر معنا. وفي مقابل حركة الاعتراض، ستعمل شركة أوتوسبكت بعد تسلمها إدارة المعاينة الميكانيكية وفق مصادر معنية على تطوير هذه الخدمة من كافة النواحي لتخفف عن المواطنين عناء الانتظار طويلا ولتوفر على جيوبهم مبالغ يدفعونها لسماسرة الميكانيك. مرحلة جديدة ستدخلها المعاينة الميكانيكية في لبنان، إذ ذكرت مصادر خبيرة في هذا القطاع أن ما ستقوم به شركة أوتوسبكت بعد تسلمها إدارة المعاينة الميكانيكية سينقل هذه الخدمة إلى مرحلة متقدمة مختلفة عما سبقها في لبنان.
فالشركة المملوكة من مساهمين اللبنانيين بنسبة 100% ستدير الامتياز الجديد بالتعاون مع شركة SJS السويسرية الرائدة عالميا في الكشف على الآليات ومعاينتها ومنحها إفادات الصلاحية. كما ستعمل أوتوسباكت على تجديد البنى التحتية الخاصة بالمعاينة الميكانيكية وعلى توسيعها بعد أن بقيت نحو 14 عاما على حالها، وهي ستبادر إلى تجديد المراكز الأربعة الحالية وتشغيلها، والأهم أنها ستبني 13 مركزا جديدا منها 8 مراكز داخلية و5 حدودية. أما خطوط الكشف والمعاينة 36 الحالية ستستبدل تباعا، على أن يتم كذلك استحداث 60 خط معاينة جديد. إضافة إلى كل ذلك، سيتم توفير نظام حجز مواعيد المعاينة إلكترونيا، وسيتاح الدفع عبر الإنترنت، وستستحدث مراكز اتصال واستعلام، وستتم في الوقت المحدد وفق مواعيد الحجوزات. وعلى صعيد الشركة، فهي ستتعاقد مع جميع الموظفين الذين كانوا يعملون بإدارة المشغل السابق لامتياز المعاينات الميكانيكية، إذ كانوا يرغبون في العمل ضمن فريقها. كما وستتعاقد أوتوسباكت مع مئات الأجراء للتمكن من تقديم خدمة أفضل، وهذا الأمر سيساهم في تأمين فرص عمل جديدة. هذه الخدمات ستبلغ كلفتها 33 دولارا فقط لا غير، دون الحاجة بالتأكيد إلى دفع مبالغ متنوعة لسماسرة الميكانيك. لنشر بعض الفاصل. غارات على ريف دمشق وحلب وتفجيران انتحاريان لداعش في وسط حماه، وهجومان انتحاريان في بغداد وداعش يتبنى. أهلا بكم من جديد. ندد مجلس الوزراء السعودي بقانون جاستا الأمريكي، وأكد أنه مصدر قلق دولي كبير، داعيا الكونغرس إلى تجنب عواقبه الخطيرة. أكد مجلس الوزراء السعودي أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تبنى العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية. وخلال الجلسة الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، اعتبر مجلس الوزراء أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على مختلف الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، آملا بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا. مجلس الوزراء ناقش كذلك عددا من ملفات المنطقة، فاستنكر اعتداء الميليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي الذي يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر، ويتعارض مع الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن. هذا وعبر المجلس عن استنكاره الشديد للقصف الجوي الذي يطال مدينة حلب السورية، ورحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الذي دان استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام والميليشيات التابعة له. كما أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانة المملكة للتفجيرات التي استهدفت مسجدا ومركزا للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، وجدد تأكيد موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض مختلف الأعمال الإجرامية. بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن قانون جاستا الأمريكي هو خرق لمبدأ قانوني أساسي وثابت في العلاقات الدولية والقانون الدولي منذ قرون، والمختص بحصانة الدول ذات السيادة. وأملت المنظمة في بيان بأن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون المذكور، وألا يدخل حيز التنفيذ من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. سقط عشرات القتلى والجرحى في غارات مكثفة على بلدات عدة في ريف دمشق، فيما دمرت الضربات الجوية أكبر مستشفى في شرق حلب بالتزامن مع تفجيرين انتحاريين لداعش في ساحة العاصي وسط حماة. ومساء أعلن البنتاغون مقتل قيادي بارز في القاعدة جراء غارة أمريكية على ريف إدلب، وسط أنباء تفيد بأنه أبو فرج المصري مساعد أمير جبهة فتح الشام أبو محمد الجولاني. ساعه
صعد الطيران الحربي لكتائب الأسد من غاراته الجوية على بلدات الغوطة الشرقية والغربية بريف دمشق بشكل عنيف، مستهدفا الأحياء السكنية، خلفت العشرات من القتلى والجرحى. أما في حلب فلا تزال منذ أسبوعين تتعرض أحياؤها الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة لقصف عنيف من الطائرات الأسدية والروسية، ما خلف مئات الضحايا بين قتيل وجريح، فضلا عن تدمير مستشفيات ومراكز الدفاع المدني وآخرها أكبر مستشفى في شرق حلب. كما أدى القصف الروسي العنيف إلى خروج مستشفى المغارة في كفر زيتا بحما عن العمل، يأتي ذلك في وقت سقط عدد من القتلى جراء تفجيرين انتحاريين استهدفا ساحة العاصي وسط مدينة حما في هجوم نادر في المدينة منذ اندلاع الثورة تبناه تنظيم داعش وفق ما ذكرت وكالة أعماق. إلى ذلك أعلن الجيش التركي أن الجيش السوري الحر بات يسيطر على 960 كيلومترا شمال حلب ضمن عملية درع الفرات، كما دعت أنقرة واشنطن لضمان انسحاب وحدات الحماية الكردية بالكامل لشرق الفرات. من جهته كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة لتطهير 5000 كيلومتر شمال سوريا لتكون منطقة آمنة يحظر فيها الطيران، وأشار أردوغان إلى أن تركيا تسعى إلى إعلان منطقة خالية من الإرهاب شمال سوريا بحيث يعود أهالي المنطقة إليها وتشكل قوات أمنية منهم. من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من المهم الحيلولة دون انهيار الاتفاقات الروسية الأمريكية بشأن سوريا، داعيا إلى تأمين الهدنة فيها وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية. من جهة أخرى رفضت روسيا مسودة القرار الفرنسي بشأن حلب زاعمة أنها ذات دوافع سياسية وتهدف للضغط على دمشق وموسكو، وقالت إنها تعتزم التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن هدنة جديدة. في العراق قتل 10 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 20 في هجومين انتحاريين هزا العاصمة بغداد وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي، وحصل التفجيران بفارق زمني بسيط، فاستهدف الأول سوقا شعبية في حي العامل غرب العاصمة، فيما دوى الثاني بالقرب من موكب عشوائي في المشتل شرق بغداد. واصلت المقاومة الشعبية والجيش اليمني التقدم ميدانيا في محافظتي لحج الجنوبية والجوف الشمالية، فيما واصل الانقلابيون مخططهم وأعلنوا تشكيل حكومة إنقاذ وطني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم موازية للحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقرا لها. أربعة مواقع استراتيجية في جبهة كهبوب بمحافظة لحج جنوبي اليمن سيطر عليها الجيش اليمني المدعوم بالمقاومة الشعبية، حيث خاض الأخير معارك ضارية ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تمكن خلالها من قطع إمداد الميليشيات من الجهة الشمالية للمنطقة. المتحدث الرسمي لجبهة كهبوب قال إن المواجهات خلفت 4 جرحى في صفوف المقاومة والجيش الوطني، بينما لم يعرف عدد القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي وقوات صالح. أما في محافظة الجوف فقد قال قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش الوطني أمين الوائلي إن قواته تمشط المواقع التي سيطرت عليها في مديرية الغيل وتستعد لمهاجمة محافظتي عمران وصعدة من 3 محاور. وفي البيضة جرت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وقوات صالح في عدد من مواقع مديرية ديناع، في وقت قال الجيش الوطني إنه تمكن من تطهير قرية الخور ومزارع البيضاني بالجبهة الغربية من محافظة تعز من ميليشيا الحوثي وقوات صالح. إلى ذلك أعلن ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى الذي شكله الانقلابيون إنشاء حكومة إنقاذ وطني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم موازية للحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقرا لها. هذا وقالت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين إن رئيس المجلس صالح الصماد كلف عبد العزيز صالح بن حبتور بتشكيل هذه الحكومة. من جانب آخر أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أدانت فيه بشدة اعتداء ميليشيا الحوثي على السفينة الإماراتية في باب المندب قبالة السواحل اليمنية، في وقت أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن استنكارها البالغ للاعتداء على السفينة المدنية التي كانت تنقل المساعدات الإنسانية وتخلي الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات.
قررت المحكمة العليا الفلسطينية تنظيم الانتخابات المحلية في الضفة الغربية من دون قطاع غزة. وفي أول رد فعل اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن هذا القرار مسيس ويكرس حال الانقسام. وافقت الحكومة التركية على تمديد حال الطوارئ في البلاد 90 يوما اعتبارا من 19 من تشرين الأول الجاري. جاء ذلك بعدما أوصى مجلس الأمن القومي التركي الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان بتمديد حال الطوارئ التي أعلنت في منتصف تموز الفائت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. فاز العالم الياباني يوشينوري أوسومي بجائزة نوبل للطب العام 2016 لاكتشافه آليات تخليص الخلايا من مكوناتها المعطوبة وتجديد نفسها للمحافظة على وظائفها الحيوية. وأفيد بأن اكتشافاته فتحت الطريق أمام فهم الكثير من العمليات الفيزيولوجية مثل التكيف مع الحرمان من الماء والغذاء أو مواجهة العدوى. النشرة بعد الفاصل. شهيدان من الدفاع المدني جراء انقلاب آليتهما. إطلاق جزين 2020 خطة اقتصادية اجتماعية شاملة. في حادث مؤلم استشهد عنصران من الدفاع المدني هما المتطوعان عماد عصام عبد الصمد وخالد غانم غرز الدين إثر توجههما مع زميلهما ناجي زياد زيتوني من مركز رأس المتن لإخماد حريق شبة في أحد أحراج دير الحرف التخناي، حيث انقلبت الألية التي كانوا يستخدمونها وقد أصيب زيتوني جراء الحادث. استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس فؤاد السنيورة سفير تركيا في لبنان شغطاي أرجييس، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. سيطرت حالة من الغضب الشعبي الشديد في جميع المخيمات وأماكن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب وفاة الطفلة الفلسطينية إسراء إسماعيل وجدتها اللتين تعرضتا لحادث صدمة على أوتوستراد المحمرة المني، حيث أحمل الأهالي الأونيروا المسؤولية. وأعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال الإضراب العام ودعت في بيان إلى الاعتصام أمام مكاتب الأونيروا. سلم الفلسطيني خليل محمد من سكان مخيم البص نفسه إلى مخابرات الجيش في صور وهو مطلوب بمذكرة توقيف بجرم إطلاق نار. كما سلم الفلسطيني وسيم حسن خالد وهو من سكان مخيم عين الحلوي نفسه أيضا إلى مخابرات الجيش في الجنوب لإنهاء ملفه الأمني، والمذكور ينتمي إلى حركة فتح ومطلوب بعدة وثائق وأيضا لإطلاق نار. جزين 2020 خطة إنمائية اقتصادية شاملة، تقرير باسل الخطيب. تحت شعار إذا كانت السياسة تفرقنا فالإنماء يجمعنا، أطلق رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات رئيس مجلس تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية إلي رزق جزين 2020 رؤية اقتصادية تنموية واجتماعية شاملة تهدف إلى الاستفادة من القدرات والميزات التفاضلية التي تمتلكها جزين لتحقيق الإنماء في المنطقة وخلق بيئة حاضنة للأعمال داعمة للمبادرات الشابة، ووضع جزين على خريطة السياحة العالمية وإنعاش صناعتها الحرفية المشهورة وتسويق منتجاتها الزراعية والحرفية. جاء ذلك خلال جولة نظمها رزق لرئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني في جزين بدأها في البلدة، حيث التقى رئيس بلدياتها خليل حرفوش وأعضاء المجلس البلدي وعدد من فعاليات المدينة، وجرى نقاش حول حاجات المنطقة الإنمائية وكيفية التعاون لتنفيذ جزين 2020. ومن ثم قام الجميع بجولة على عدد من المواقع السياحية والأثرية في المنطقة، كما جالوا في أسواقها واطلعوا على أهمية صناعتها الحرفية ومنتجاتها الزراعية. وضع جزين على خارطة السياحة العالمية، دعم المؤسسات السياحية وترميمها، ودعم المؤسسات الفردية المبادرات الفردية والصغرى، ومساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم، والحرفيين والصناعيين كمان على فتح أسواق جديدة لهم. نحن حنحط جهودنا قدراتنا وخبراتنا بجهود رؤساء البلديات وخاصة خصب الشكر رئيس البلديات استاذ خليل حرفوش اللي عم يشتغل من كل قلبه لحتى يحقق فعلا التموضع وإعادة تسويق منطقة جزين على خارطة السياحة العالمية. اليوم نحن عم نشهد بين جزين إن كان من اتحاد بلدياته أو من القطاع الخاص، عم نشهد نوع من المبادرات يلي ما فينا كقطاع عام إلا نكون كما عهدنا أن نكون إلى جانبهم في تحقيق الأهداف يلي
ترسم إلى تنمية مستدامة. هذه التنمية المستدامة إن كان على مستوى الاقتصادي أو إن كان على مستوى الاجتماعي مع الحفاظ على الثروات الطبيعية. أول شيء سر نجاح كل خطوة كل مشروع أو كل برنامج عمل هو التعاون والتضافر الجهود. كيف لكن اليوم إذا معنا الرئيس نبيل عتيني يلي عم بيعرض علينا أفكار تنموية يمكن بلشناها نحن وإنا بحاجة تعزيز، والرئيس إلي رزق يلي ممكن له كل الاحترام ومنرحب بالمبادرة الأنفية. وبعد الانتهاء من الكلمات قدم رزق إلى عتيني هدية تذكارية من الصناعات الحرفية التي تشتهر بها جزين. اختتام دورة الشهيد اللواء وسام الحسن الأولى في كرة القدم والكلمات ثمنت جهود الرئيس سعد الحريري لحل أزمة الفراغ وإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة. برعاية الأمين العام للتيار المستقبل أحمد الحريري ممثلا بالمنسق العام للتيار في الدريب خالد طه، أقيم حفل اختتام دورة الشهيد اللواء وسام الحسن الأولى في كرة القدم على أرض ملعب خريبة الجندي، والتي شارك فيها 16 فريقا، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي في التيار محمد المراد ممثلين عن الجمعيات والأندية الرياضية. وقد نوهت الكلمات بجهود الرئيس سعد الحريري لحل أزمة الفراغ الرئاسي. الرئيس سعد الحريري عندما يتعاطى مع هذا الحدث ومع هذا المجال الخطير التي حيث جميعا نعاني من هذا الشلل المحكم بجميع مؤسسات الدولة، استطاع رجل الدولة أن في كل لحظة وفي كل فترة وفي كل استحقاق أن يخطو الخطوات التي من شأنها أن نحافظ ونبني هذه البلد هذا البلد. وسام الحسن حمل اللبنانيين من جحيم الفتن الطائفية والمخططات الإرهابية المجنونة وأبعد شبح الحرب الأهلية. وسام الحسن كان الأمين المؤتمن على دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء. كما كانت كلمة لسراج الحسن باسم عائلة الشهيد الحسن، أكدت أن الوفاء لدم الشهداء ليس في الشرذمة والتجريح إنما بالعمل يدا واحدة. وفي الختام تم توزيع الكؤوس على الفرق المشاركة في الدورة. رفعت جمعية الإرشاد والإصلاح اسم لبنان من خلال فوزها بمسابقة الأفلام القصيرة ضمن برنامج قمرة في دبي. التقرير لربيع شنطف. فائز بالمركز الثالث قمرة هم قصة عيلة. إنجاز لبناني جديد حققته جمعية الإرشاد والإصلاح التي تمكنت من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية في مسابقة برنامج قمرة للإحسان الإعلامي، والذي عرض على شاشة MBC خلال شهر رمضان المبارك. هذا هو الفيلم الذي قدمته الجمعية للبرنامج. الجمعية تأهلت من بين 8000 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، ويروي الفيلم قصة عائلة سيطرت الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة على حياتها. ألف 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 مبروك استاذ. تليفون هدية، هديني سفرة مع الأحباب، هديني حدا من عائلتي يفتح الباب. شكرا. جائز إن شاء الله، هي يعني نأمل إن شاء الله من خلالها أن ننطلق منها لباقي الأعمال اللي بملف عين عليك. هو عبارة لحد الآن حوالي 30 حلقة وقابلة لكمان الزيادة حسب بقى الإمكانيات اللي حتتوفر. أكيد حتكون على اليوتيوب على أماكن التواصل الاجتماعي، بس نحن الأولى إلنا أنه لا تنعرض على التلفزيونات، لأنه أنا بشوف التلفزيون هو أكثر مشاهدة وأكثر بيكون جدية بهيك أعمال يعني تنعرض عليها. يعني هي أعمال هاتفية ولكن بطريقة بأسلوب يحاكي العصر في العنوان. صحيح. تجدر الإشارة لأن قيمة جائزة الفيلم تبلغ 200,000 ريال أو ما يعادل حوالي 55,000 دولار أمريكي، وسيخصص المبلغ لتمويل البرامج الاجتماعية في الجمعية. هلا نصل إلى الفقرة الاقتصادية. مساء الخير.
نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من دبي اللي عم تسعى لتعزيز التعاون مع كندا بعدة قطاعات مثل التجارة والاستثمار، الطاقة والخدمات المالية والمصرفية، إضافة للتعاون والتبادل الثقافي. هالأهداف التنموية تم نقاشها خلال اجتماع أول لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين بأوتاوا بحضور عدد من الوزراء الإماراتيين والكنديين، إلى جانب حضور رفيع المستوى من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الكندي. أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أنه بالعام 2015 تجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.1 مليار دولار، أما إجمالي الاستثمارات الإماراتية بكندا وصلت لأكثر من 18 مليار دولار، الأمر يلي بيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية لدى البلدين. أضاف أنه الإمارات العربية المتحدة وكندا بيتمتعوا ببيئة استثمارية ملائمة، إضافة لبنية تحتية متطورة بأهلون لبناء شركات تنموية ضخمة. ومننتقل للشركة الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية تسلا يلي سجلت ارتفاع حاد بتسليم السيارات، فبتقول الشركة انها قدرت تشحن 24500 سيارة بالربع الثالث، اي بزيادة 70% عن الربع السابق. اكدت ايضا انها بتهدف لانتاج 50000 بالنصف الثاني من هالعام. شهدت تسلا مشاكل بالانتاج بوقت سابق من هالسنة، ولكن سرعان ما بدأت حلها بحزيران، ورح تقوم الشركة بالكشف عن النتائج المالية للربع الثالث بأوائل تشرين الثاني. ومنكمل مع اجواء ايجابية من اليونان يلي على ما يبدو انها وصلت لنهاية النفق وعم تتجه نحو النمو الاقتصادي بعد الركود يلي شهدته لفترة طويلة. وفقا لمشروع الميزانية رح تشهد اليونان نمو بنسبة 2.7% بالعام 2017، وذلك بعود للسياحة يلي عم تلعب دور اساسي بالنمو الاقتصادي. اوضح وزير الاقتصاد الوطني الاسبوع الماضي انه البلد عند نقطة تحول للخروج من حالة الركود. واخيرا من المملكة المتحدة يلي شهدت مصانعها ارتفاع بشهر ايلول بسبب تراجع الباوند يلي ادى بالتالي لارتفاع الصادرات. هالامر ادى لرفع الناتج المحلي الاجمالي بالربع الثالث من السنه. هيدا كان كل شيء لليوم، انا بشوفكم بكره. صفحه الاحوال الجويه مع لارا. ما في شي بيوقفك مع ألفا 4x4 لخطوط ألفا بريبايد 400 ميجا بايت، 4 ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك اند، 40 دقيقة حكي و 400 SMS بس ب 12 دولار. العرض محدود. بونسوار. اعتبارا من بكرة الثلاثة متوقع ينحسر تدريجيا تأثير الكتل الهوائية الحارة اللي عم بتسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة شمسية اللي موضوعة لهالشهر البحيرات والمستنقعات، اليوم صورتنا وصلتنا من سهى الشامي. رح ننتقل هلأ لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية. برجع بنتقل على طقس لبنان، ورح بلش من الرباط مع 26 درجة، 29 بتونس، 33 درجة بالقاهرة، القدس 30، 32 درجة بعمان، 34 بالمنامة. بنتقل على الكويت مع 38 درجة، 34 بالدوحة، وبختم مع الرياض كمان مع 34 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة ثلاثة، طقسنا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة تدريجيا على الساحل. لبكرة الحرارة عم تتراوح على الساحل بين 17 وال 31 درجة، بالجبل بتوصل أقصاها ل 28 وبالداخل ل 32 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من عكار مع 30 درجة، 31 بطرابلس، 30 بالكورة، 21 بالأرز. الهرمل 31 درجة، 30 بالقاع، 28 درجة ببعلبك. من المناطق الشمالية بنتقل عجبيل مع 31 درجة، 23 بميروبة، 29 بجونية وبعبدة، بيروت كمان 29 درجة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، زحلة 32، 31 بشتورة، 30 بعنجر، 29 درجة بمشغرة. جزين مرج عيون 30 درجة، 29 بنت جبال، 27 درجة برشيا. بيت الدين 26، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 29 درجة. إذن كيف رح يكفي طقس 3 أيام اللي جايين؟ لبكرة عنا انخفاض بدرجات الحرارة لتتراوح بين 21 و 29، انخفاض إضافي لنهار الأربعاء والخميس لتستقر على 28 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 11 وال 21 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على إنستغرام وعلى فيوتشر تي في أبليكيشن، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.
مناظرة مشوقة تتابعونها في دي ان اي بعد هذه النشرة. والان نتكلم بالعناوين. سجال بين البطريرك الراعي وبري على خلفية السلة، وحرب ينشط على خط التهدئة. سلسلة لقاءات وزارية لسلام بهدف حلحلة العقد من أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. ومجلس الوزراء السعودي يعتبر قانون جاستا الأمريكي مصدر قلق دولي ويدعو الكونغرس لتجنب عواقبه الخطيرة. في الختام نشكر حسن المتابعة، تصبحون على خير. إلى اللقاء.